السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في قناة Learning with Alia مع درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. كما جرت العادة أصدقائي صديقاتي دائما مع درس جديد إن شاء الله. اليوم في هذا الدرس سنتطرق لدرس جديد مهم يتعلق بأشهر السنة الميلادية بالإنجليزية، وسنشرح أيضا الكلمات المختصرة لهذه الأشهر إن شاء الله. Let's get started. على بركة الله نبدأ. January. J-A-N. February. F-E-B. March. M-A-R. April. A-P-R. May. لا يتغير، يبقى ماي. جون، جون كذلك. جولاي، جولاي. أغسطس، A-U-G. سبتمبر، S-E-P-T. أكتوبر، O-C-T. نوفمبر، N-O-V. December, D-E-C. نعيد مرة أخرى. January, G-E-N. J-E-A-N, J-E-N. February, F-E-B. March, M-A-R. April, A-P-R. May, لا يتغير، ماي. جون، جون. جولاي، جولاي. أغسطس، A-U-G. سبتمبر، S-E-P-T. أكتوبر، O-C-T. نوفمبر، N-O-V. ديسمبر، D-E-C. هذا كل شيء إخواني أخواتي الكرام. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.